أنا كريم سويدان. أنا نورهان العناني. أنا علاقتي ابتدت بنورهان بطريقة أنا ما بحبهاش. صعب أفتح مجال لحد إنه يدخل حياتي بسهولة. كريم أصلاً فوتوغرافر، كان حياته سوشيال ميديا باينة شوية يعني، وأنا كنت معجبة بيه بس. وبعتت لي هلا ومش حاطه صوره ليها، مش حاطه اي انفورميشن عنها، فبالتالي انا مش هدخل افتح كونفرسيشن مع حد ما اعرفوش، وفي نفس الوقت مش شايف اي انفورميشن عنه يعني. وبعد كده شافه ما ردش تقريبا. بعد كده فتره كان عيد ميلاده، دخلت قلت له هابي بيرثدي، الحمد لله كان رد عليا. باب الذوق يعني، حد بعت لي كل سنه طيب لازم ارد عليه يعني. بعد كده كانت هي منزله بوست، عمل لايك فاتكلمنا. مش فاكر عملت لايك ليه والله. بعد كده دخلت كلمتني ففتحنا كلام مع بعض، وفضلنا فتره صحاب شويه كده، وبعد كده ارتبطنا يعني من 2015 لحد النهارده الحمد لله احنا يوميا تقريبا بنتكلم يعني. ما كانش سهل قوي ان احنا نرتبط، لان كريم مش من الشخصيات اللي بترتبط بحد يعني، ملول شويه. انا لقيت فيها حاجات انا بحبها، حنينه، تسمعني، لقيت فيها حاجه ما لقيتهاش في اي حد قبل كده، هي بتشاركني تفاصيل يومي الممله بس. وفضلنا فتره قبل الخطوبه تقريبا سنه على ما خلص جيش، وبعد كده اتخطبنا اول خطوبه. وبعد ما اتخطبنا حصل مشاكل من لا شيء، انا لحد النهارده مش لاقي لها مبرر ولا هي، بس هو تقدر تقول عند شخصياتنا شبه بعض شويه، كنا صغيرين شويه، فكل واحد كان عايز يفرض شخصيته ورايه. والسنه اللي سبنا بعض فيها هي فرقت معايا ومعي يعني، دي من الحاجه اللي احنا شبه بعض فيها، وما كنتش اتمنى ان هي تبقى فينا. انا عنيد وهي عنيده. في الفتره اللي احنا سبنا بعض فيها انا اصلا حاولت ادخل اكلمه كذا مره، واتكلمنا كذا مره، وبعد كده بنشد مع بعض ونسيب بعض تاني، وحصل تاتشات كتير كده. وانا طول السنه تقريبا اللي هي كانت سايباني فيها انا كنت يوميا بدخل عندها وبشوف بتنزل ايه وبتعمل ايه، وبشوف صورها مين عمل لها لايكس، انا مع ان انا مش كده. لحد ما جت الفتره اللي قبل كورونا اتكلمنا وكنا رجعنا لبعض. وبعدها بفتره قصيره 6 شهور تقريبا اتخطبنا تاني، وبعدها ب6 شهور كنا متجوزين. بعد الجواز مسؤولية طبعا. بص انا اتخضيت يعني، انا موضوع الجواز بالنسبة لي هو مش فوبيا خالص، بس انا كان دايما طول عمري اصلا بحب اسال نفسي سؤال، هي مين دي اللي هتقنعني ان انا اخد الخطوة الصعبة دي؟ ربنا كتب لنا ان انا احمل بعد الفرح بتقريبا 8 شهور. كهربت كده، جالي تشوك اللي هو ايه ازاي؟ يعني لو كنا مخططين للموضوع ما كناش هنكون مبسوطين كده. من اول ما عرفت ان هادية جاية انا علاقتي بنور بقت اقوى، ما تعرفش ليه، ما اعرفش ازاي، ما اعرفش يعني، ما فيش سبب مقنع، احنا ما اتغيرناش، احنا نفس كل اللايف ستايل بتاعنا زي ما هو، بس انا حاسس ان ابتديت احس ان في حاجه بتربطني بيها قوي، ودي احلى حاجه حصلت لنا في الجواز بصراحه. والله هو انا ما كنتش جاهز لاي خطوه في حياتي بس هاديه بحاول استعد لها، اتم استعداد ان انا ابقى اب كويس ان شاء الله. عايزين طبعا نكسب في المسابقه، وان شاء الله كنا مقررين ان احنا لما نكسب يعني هنسجل الشقه باسم بنتنا، يعني بما ان انا حامل فيها وهي بشره الخير بقى وهي السبب كده.